نعتذر مشاهدينا عن هذا الخطأ. الآن نتحول وإياكم إلى هذا التقرير حول استشهاد 11 مدنيا جراء الجوع في مضايا. أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، لسان حال المدنيين في مضايا بعد الضجة الأممية والإعلامية التي رافقت دخول المساعدات إليها قبل أيام، إذ تواصل قوات النظام وميليشيا حزب الله حصارها للبلدة، وكذلك يتواصل سقوط الشهداء. لتتحدث آخر إحصائية عن 11 شهيدا بسبب الجوع منذ بدء إدخال المساعدات الأممية، ما يرفع الحصيلة الأخيرة لإجمالي شهداء الجوع إلى 68 شهيدا من أهالي البلدة. وأفاد ناشطون من داخل مضايا بأن 175 حالة تم رصدها تعاني من عدم قدرة الجسم على امتصاص المواد الغذائية، أغلبهم من الأطفال والمسنين، كما أن بعضهم يعاني من سوء تغذية مزمن أو أمراض خطيرة ودائمة كالسرطان أو السكري، إضافة للمصابين في القصف والقنص والألغام الأرضية. يحدث هذا رغم تقارير طبية محلية ودولية تفيد بوجود أكثر من 400 حالة بحاجة ماسة للعلاج غير المتوفر في مستشفى البلدة، نوقشت أوضاعهم في الأمم المتحدة قبل أيام، ثم ما لبثت أن وضعت ملفاتهم طي الأدراج. واستكمالا لحصار المدينة، نشرت صفحة مضايا خبرا عن تهديدات لميليشيا حزب الله اللبنانية للمدنيين بتحويل بلدتهم إلى أكبر سجن عرفته البشرية، تزامنا مع إنشاء سواتر ترابية على امتداد 4 كيلومترات من الجهة الغربية للمدينة، ووضع شبك بارتفاع 5 أمتار وطول 3 كيلومترات، وزرع 6000 لغم على أطراف البلدة، يضاف إليها أكثر من 4000 لغم جديد من جهة الكروم، ليبقى أكثر من 40,000 مدني مهددين بالموت جوعا على مرأى الأمم المتحدة ومسمعها، مسجلة فشلا جديدا في إدارة أزمة بلدة صغيرة، ما يعطي مؤشرا بحسب ناشطين عن مدى قدرتها على فرض حل سياسي في سوريا كاملة. قتلت قوات الحرس الحدودي الأردني 12 لاجئا سوريا على الحدود السورية ظهيرة البارحة، وزعمت مصادر من القيادة العامة للجيش الأردني في حديث لوكالة بترا الرسمية أن المراقبات الأمامية لحرس الحدود عثرت على 2 مليون حبة مخدر في حوزة هؤلاء الضحايا، وجاء ذلك في ظل تفاقم المعاناة الإنسانية لنحو 16,000 لاجئ سوري عالقين على الحدود الأردنية. ادعت المصادر الرسمية في وقت سابق أنها ستدقق في وثائقهم قبل إدخالهم خوفا من انتمائهم لتنظيم داعش. المزيد في هذا التقرير لناصر عدنان. 12 مواطنا سوريا قتلوا بدم بارد. هذه المرة ليس العدوان الروسي من ارتكب الجريمة، ولا ميليشيات إيران وجيوشها الشيعية. لم يقتلوا بكيمياء بشار الأسد ولا بأسلحة جيشه الفتاكة، إنما قتلوا برصاص عربي خالص، أردني الهوية، نشمي الهوى. 12 هاربا سوريا من ويلات الحرب قتلوا برصاص قوات حرس الحدود الأردني ظهيرة البارحة، فضلا عن الجرحى في حادثة إطلاق وابل من الرصاص على صدورهم. زعمت الروايات الرسمية أنها عثرت على 2 مليون حبة مخدر في حوزتهم، وزعمت أيضا بحسب تصريحات إعلامية من قيادة الجيش الأردني لوكالة بترا أن 36 شخصا قادمين من داخل الأراضي السورية، منهم من يحمل السلاح ومنهم من يحمل مواد لم تعرف ماهيتها، حاولوا اجتياز الحدود الأردنية الدولية بالقوة، ما استدعى رجال الأمن للتدخل وتطبيق قواعد الاشتباك باستخدام كافة الأسلحة المتوفرة. أما النتيجة فهي قتل 12 لاجئا سوريا. فشلت الحكومة الأردنية حتى اللحظة على الأقل من عرض صورة واحدة لهم بعتادهم أو بمركباتهم المفترضة التي نقلوا بها الحبوب المخدرة، واكتفت الوكالات الرسمية بعرض صورة إيحائية مجهولة التاريخ والتفاصيل دون ذكر معلومات أكثر دقة.
هون ثلاث شهور هناك ظلينا بيجي ثلاث ايام او يومين على الطريق. لكن القصة وان اختزلتها الحكومة الاردنية بمعلومات تعتبر محط تشكيك للكثيرين، فان اخرين يرونها في مكان اخر، حيث تخيم الكارثة الانسانية على 16,000 لاجئ سوري عالقين على الحدود الاردنية. ترفض الاردن استقبالهم بذريعة ضرورة التدقيق الامني في سجلاتهم خوفا من داعشيتهم المفترضة. هم من القرى والمدن اللي بشمال سوريا اللي محاذية على الحدود التركية، من مناطق الرقة ودير الزور ومنبج والحسكة، هاي مناطق كلها خاضعة تحت سيطرة داعش. أنا بهمني منهم البعد الأمني قبل البعد الإنساني. وريثما تنتهي قوى الأمن الأردني من التدقيق والبحث في سجلات أولئك الذين يعانون ظروفا إنسانية صعبة مع اشتداد البرد والعواصف، فإن سباقا من نوع خاص دخلته الأردن مع نفسها، فاز الرصاص فيه على إغاثة الملهوف. يعامل على الشيون السوريون، وهكذا يعامل على الشيون السوريون. اجتاحت العاصفة الثلجية بلبنان أو لبنان والأردن وسوريا، وتسببت بمقتل لاجئة سورية في لبنان. ويعيش اللاجئون السوريون في منطقة عرسال في البقاع اللبنانية أوضاعا صعبة للغاية بسبب تداعيات العاصفة الثلجية القوية التي ضربت منطقة شرق المتوسط. هذا وتزداد معاناة اللاجئين في ظل استحالة تأمين أي معونات طبية أو غذائية لهم بسبب انقطاع جميع الطرق إلى مخيماتهم، فضلا عن النقص الحاد الذي يعانونه في وسائل التدفئة. عاصفة ثلجية أخرى تدق أبواب اللاجئين والنازحين السوريين وتقض مضجعهم، وأول ضحاياها لاجئة قضت بردا في لبنان. هنا حيث اللاجئون السوريون يفتقرون لأدنى ضروريات الحياة الكريمة، ترقب وقلق من تكرار سيناريو الشتاء الماضي. ففي لبنان يتعب الكثير من اللاجئين للحصول على ما يسد الرمق، أما الحصول على مدفأة فيعد ترفاً. الأخبار تفيد أن الثلوج غطت خيام اللاجئين في مخيمات البقاع وتحديداً في عرسال، ومخاوف من تفاقم الوضع. هؤلاء السوريون من مدينة الباب بريف حلب يفرون إلى الحدود التركية وهم عالقون حالياً في العراء. سؤالهم الكبير ليس هل تفتح تركيا المعبر أمامهم، ولكن هل تفتحه قبل مرور العاصفة الثلجية؟ أما اللاجئون بالداخل التركي فيعدون أوفر حظاً نظراً لتجند السلطات التركية لاحتواء اللاجئين السوريين. غرق أكثر من 25 خيمة داخل مخيم الزعتري. في الأردن حيث يحتفظ اللاجئون بصور مأساوية عن شتاء العام الماضي، جهزت السلطات الأردنية 3 مناطق إخلاء داخل مخيم الزعتري، تتسع كل واحدة منها إلى حوالي 200 أسرة لمواجهة العاصفة الثلجية. الخيام مزودة بجميع الاحتياجات الشتوية بما فيها الغذاء والتدفئة، إلا أن المشكلة تكمن في عدد اللاجئين بالمخيم الذي يفوق 600 أسرة، ليظل الخوف عن مصير باقي الأسر ومصير مئات العائلات الأخرى العالقة على الحدود والتي لا تزال السلطات الأردنية تمنعها من الدخول بحجة الدواعي الأمنية. بسوريا حيث تحول الملايين إلى نازحين، ترقب وخوف أيضا من تكرار سيناريو العام الماضي، وهم الأدرى بأن العواصف الثلجية إذا مرت بسوريا أو المخيمات لا ترحم. هنا يفتقر الأهالي إلى مأوى يقيهم البرد بعد أن دمر القصف بيوتهم، ويفتقرون لملابس مناسبة ووسائل تدفئة تتلائم مع المنخفض الجوي، في وقت يعد المازوت مادة المحظوظين هذه الأيام. أما من قنع بخيمة مهترئة فقد أثقلت الثلوج كاهلها وحولتها إلى خطر يتهدد حياته بين لحظة وأخرى. نرحب برنين إدريس مراسلة أورينت نيوز من بيروت. رنين، إذن العاصفة الثلجية تلاسى تقتل لاجئة سورية اليوم، كيف يواجه اللاجئون هذه العاصفة؟
نعم بالفعل، يعني لعل أكثر من يعاني من العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان والمناطق المجاورة هم اللاجئين السوريين، بحيث أن الثلوج تتساقط على ارتفاع 600 متر تقريبا، وهنا نتحدث عن المناطق الجغرافية التي يتواجد فيها اللاجئين السوريين في لبنان، وهي في البقاع وفي الشمال وفي عكار، حيث تتساقط الثلوج بشكل كثيف. وأيضا هناك يعني بعض من إذا صح التعبير اللاجئون هناك محاصرين بتلك الثلوج، حيث قطعت الطرقات ولا يستطيع يعني أحد الوصول إليهم أو أي جمعية أهلية لتقديم أي مساعدات أو وسائل تدفئة. بالطبع يعني منذ 4 سنوات حتى اليوم وضع اللاجئين لم يتغير في هذا الصدد، يعني لا تزال الخيام التي يسكنون فيها هشة ولا تتحمل أي عواصف ثلجية من هذا النوع، إضافة إلى نقص في المازوت ونقص في وسائل التدفئة وأيضا نقص في الأدوية التي يعني التي قد تساعد بعض اللاجئين سيما الأطفال على يعني تخطي الأمراض كالرشح و أمراض التي تصيبهم في هذه العواصف. هناك بعض يعني نشاطات ضئيلة إذا صح التعبير لبعض الجمعيات الأهلية في البقاع أو في عكار التي تقدم بعض المساعدات البسيطة كالبطانيات أو دفايات الغاز وإلى آخره، ولكن هذه المساعدات تبقى مساعدات فردية وهي لا تستوعب الكم الهائل من اللاجئين الموجودين في مخيمات البقاع والشمال. نعم، شكرا جزيلا لك رنين إدريس مراسلة أورينت نيوز من بيروت. نتحول اللحظة إلى هاني موعد مراسل أورينت نيوز من عمان. هاني، اطلعنا عن أوضاع اللاجئين السوريين في الأردن جراء هذه العاصفة الثلجية. نعم، لبنى الفعالية القوية للعاصفة الثلجية لم تبدأ فعليا بشكل كبير في الأردن. ما نشهده حتى هذه اللحظات في أغلب المناطق الأردنية هو انخفاض كبير بدرجات الحرارة بالإضافة إلى رياح قوية وأيضا سقوط أمطار. الثلوج حتى اللحظة تتساقط في المرتفعات أكثر من 1000 متر. من المتوقع وفق النشرات الجوية أن يبدأ سقوط الثلوج صباح الغد في أغلب المناطق الأردنية خاصة في عمان. فيما يخص وضع اللاجئين السوريين، كما ذكرت زميلتي رنين قبل قليل، اللاجئين السوريين هم أكثر مما يعانون من العواصف الثلجية التي تهب في المنطقة. كان هناك اليوم تصريحات لمدير مخيم الزعتري، قال فيها بأن هناك استعدادات كبيرة فيما يخص هذه العاصفة، حيث تم تجهيز 3 أماكن إخلاء للاجئين السوريين في داخل المخيم. هذه المناطق التي سوف يتم إجلاء المتضررين من هذه العاصفة في داخل المخيم تحوي جميع المستلزمات، بالإضافة عن إعلان بأن 47 منظمة تعمل بداخل المخيم بأتم الاستعداد والجهوزية لاستقبال هذه العاصفات. الأمطار تساقطت بشكل كبير في داخل المخيم، مما أدى إلى تشكل مما يقال عنه المناطق أو الحفا، يعني مما مناطق الطين يعني بداخل المخيم، نتيجة أن المخيم هو فيه رمال، ولكن لم يتم تسجيل أي حالة بداخل المخيم. الحالات التي تم تسجيلها بخارج المخيم، تم الإعلان عن وفاة طفلين سوريين في منطقة العقبة بمنطقة القويرة بالعقبة نتيجة لاحتراق خيمة، تم توفي طفلين وتم نقل الأم إلى المشفى ولم تتوفى. وأيضا تم تسجيل 10 إصابات. نكتفي بهذا القدر من المعلومات. أشكرك جزيل الشكر هاني موعد مراسل أورينت نيوز من عمان. وصفت المعارضة السورية اجتماعها في الرياض مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بما أسمته التراجع المخيف في الموقف الأمريكي تجاه الملف السوري. وقد هدد جون كيري وفد المعارضة بالذهاب إلى جنيف أو خسارة حلفائهم على حد تعبيره، كما قال إن ما سيجري في جنيف الهدف منه تشكيل حكومة وحدة وطنية وليس هيئة حكم انتقالية.
تعددت أسباب عقبات جنيف والنتيجة واحدة إلى الآن، التأجيل. فاجتماع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في الرياض مع المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب ووفد المعارضة كشف النقاب عن الموقف الأمريكي وكيف أنه لا يختلف كثيرا عن الموقف الروسي والإيراني. عضو الهيئة العليا للمفاوضات منذر ماخوس وعقب اللقاء وصف الموقف الأمريكي بالكارثي لما ترتب عليه من تراجع في موقف واشنطن تجاه الملف السوري، فضلا عن أن التهديد بدأ في رسالة كيري القادم بها من موسكو التي كانت شبه ضبابية في بداية زيارته إلى السعودية ليعلنها صراحة إلى وفد المعارضة إما الذهاب إلى جنيف للتفاوض ضمن الشروط المفروضة عليهم وإلا فإنهم سيخسرون دعم حلفائهم. وبحسب تسريبات فإن كيري طلب من المعارضة القبول بحكومة وحدة وطنية برئاسة الأسد، بل إنه رفض تطبيق البنود الإنسانية قبل جنيف وقال إنما سيجري في جنيف محادثات لا مفاوضات. وتكشف تهديدات كيري الصورة الحقيقية لموقف إدارة أوباما من الثورة، لكن موقفها اليوم يواجهه موقف ثابت للمعارضة ولمن يدعمها من الحلفاء كما تقول، ومنهم السعودية والأوروبيون، فضلا عن دعم الفصائل الثورية على الأرض التي أصدرت بيانا تدعم فيه وفد المعارضة ضد الضغوط الأمريكية الروسية. وما بين التقدم خطوة والتراجع خطوات في ملف تشكيل وفد المعارضة إلى جنيف واستمرار موسكو في ابتزازها السياسي ورفض المعارضة بشقيها السياسي والعسكري لمحاولات موسكو المتكررة، يبقى تاريخ جنيف مرشح للتأجيل أو أنه لن يكتب له تاريخ حتى إشعار آخر. إلى العراق، حيث نفذ تنظيم الدولة هجوما مزدوجا عبر سيارتين مفخختين استهدف به مقرا تابعا للشرطة الاتحادية غرب الرمادي، أدى لمقتل 20 عنصرا على الأقل، في حين استدعت وزارة الخارجية في حكومة بغداد السفير السعودي لديها إثر تصريحات له انتقد فيها ميليشيا الحشد الشعبي. استهداف لمركز تابع للشرطة الاتحادية في منطقة الكيلو 35 غرب الرمادي نفذه تنظيم الدولة عبر تفجير سيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان، ما أدى إلى مقتل 20 عنصرا من القوات الأمنية. التفجيران تزامنا مع استمرار الهجوم الذي تنفذه قوات حكومة بغداد على حي السجارية لليوم الثالث على التوالي. مصادر أمنية في الرمادي أفادت أن القوات العراقية فتحت محورا من الجهة الشرقية لحي السجارية في محاولة لاقتحامه مع استمرار الدعم الجوي من طائرات التحالف وطائرات حكومة بغداد. حيدر العبادي رئيس الوزراء أكد من جهته أن القوات الحكومية ستتجه لاستعادة مدينة الموصل من قبضة تنظيم الدولة بعد أن تنتهي من إعادة السيطرة على تكريت وديالا والرمادي. الساحة السياسية شهدت بعض التوترات إثر تصريحات السفير السعودي لدى بغداد ثامر السبهان التي انتقد فيها ميليشيا الحشد الشعبي، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية على إحدى القنوات العراقية، معتبرا أن سبب رفض السنة والكرد دخول الحشد الشعبي إلى مناطقهم يعود إلى عدم قبول هذه الأطراف من جانب المجتمع، الأمر الذي دفع وزارة الخارجية في حكومة بغداد لاستدعائه وتبليغه احتجاجها الرسمي الذي اعتبرته تدخلا في الشأن الداخلي العراقي، وخروجا من لياقات التمثيل الدبلوماسي بحسب تعبير المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد جمال، مشددا أن ميليشيا الحشد تقاتل الإرهاب وتدافع عن سيادة البلد وتعمل تحت مظلة الدولة وبقيادة القائد العام للقوات المسلحة وتمتلك تمثيلا برلمانيا يجعلها جزءا من النظام السياسي. في العراق أيضا حذرت الأمم المتحدة من تردي أوضاع النازحين في ظل تزايد أعدادهم بسبب استمرار المعارك بين القوات العراقية وتنظيم الدولة في مناطق مختلفة من البلاد وخاصة في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار غربي العراق.
الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر لإنقاذ 4 ملايين نازح عراقي يواجهون ظروفا إنسانية صعبة في مخيمات نزوح تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة. 3000 موقع على امتداد الخارطة العراقية احتضنت النازحين الفارين من المعارك الدائرة بين قوات حكومة بغداد وتنظيم الدولة في مناطق مختلفة من البلاد، وخاصة في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار غربي العراق، فيما تؤكد إحصائيات الأمم المتحدة أن من بين النازحين ما يزيد عن 1 مليون طفل حرم السواد الأعظم منهم من التعليم. الأمم المتحدة ناشدت الدول المانحة توفير ما يقارب 500 مليون دولار لمساعدة النازحين في ظل تزايد أعدادهم بسبب استمرار المعارك في الفلوجة والحويجة والموصل والرمادي. المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حذرت من تردي أوضاع النازحين في العراق، خاصة مع سوء الأحوال الجوية والانخفاض الشديد في درجات الحرارة الذي يعم مختلف أرجاء العراق في هذه الفترة. المنظمة الأممية حاولت التخفيف من هذه الأعباء من خلال توفير مواد التدفئة على النازحين. وبينما تطلق مفوضية اللاجئين نداءات الاستغاثة لإنقاذ النازحين في المخيمات، يبقى النازحون عالقين بين خيارين أحلاهما مر، بين مخيمات تفتقر لأدنى متطلبات الحياة من جهة، وبين ممارسات القوات الحكومية والميليشيات الشيعية من جهة أخرى، والتي انتهجت سياسة الحصار والقصف الذي لا يفرق بين مسلح ومدني. لقي 19 شخصا على الأقل مسرعهم جراء العاصفة الثلجية التي ضربت الساحل الشرقي للولايات المتحدة وأدت إلى شل حركة المرور وإلغاء آلاف الرحلات الجوية، كما أعلنت حالة الطوارئ في العاصمة واشنطن وعدة ولايات أخرى. هذا وقتل 13 شخصا آخرين في حوادث سير بسبب سوء الأحوال الجوية في عدة ولايات، كما انقطع التيار الكهربائي في مناطق عدة بالعاصمة واشنطن، وتوقفت الحافلات وقطارات الأنفاق عن العمل تماما، وبدت الشوارع خالية من الناس باستثناء عدد قليل من سيارات الشرطة والمارة الملثمين. افتتحت جمعية شام للأيتام في غازي عنتاب التركية معرضا للأشغال اليدوية خاص بأمهات الأيتام حمل عنوان هم بادروا فساندوهم. في ظل القصف الممنهج الذي تتعرض له المناطق السكنية في سوريا من قبل قوات النظام وحلفائه الروس وغيرهم، فقدت الكثير من العائلات السورية معيلها، مما جعل مئات آلاف الأطفال بحاجة إلى مأوى ومعيل. ومن هنا كانت الجهود المكثفة لتوسعة دور الأيتام الحاضنة لهم ولأمهاتهم سواء في سوريا أو في دول اللجوء. قمنا سابقا بفتح دور للأيتام وإتباعهم بدورات تعليم مهني وتعليم تربوي إضافة إلى إلحاق الأطفال المدارس. بعد 8 أشهر من افتتاح الدار كان هذا المعرض عبارة عن نتاج عن منتجاتهم التي تم عملها خلال فترة تدريبهم. هم بادروا فساندوهم عنوان المعرض الذي أقامته جمعية شام للأيتام تشجيعا منها لأمهات الأيتام على العمل وإعالة أطفالهن. تضمن افتتاح المعرض مسرحية لأطفال أيتام وفقرات غنائية إضافة للإعلان عن انطلاقة سلسلة دور الشام لضيافة عوائل الأيتام في تركيا، وذلك لمساعدة أكبر عدد ممكن من عوائل الشهداء. بتأهيل الأمهات وبالأبناء. وقت اللي جينا من حلب أهم شيء بالنسبة لي كان دراستي، يعني وجمعية الشام كتير ساعدتني بالنسبة لدراستي، أني هلأ الحمد لله أنا عم بدرس بالجامعة، فتحت لي كتير آفاق بالنسبة للندوات. نحن عم نحضر كتير ندوات رائعة عم نساعد بالأطفال. أنا واحدة من الناس يعني كنت بعاني أنه لما كنت أشتغل برا بتركيا ما أشوف أطفالي كل النهار، فلما أجيت على دار الشام يعني الحمد لله تسنى لي الوضع أنه أضل مع أطفالي أكبر قدر ممكن، يعني صرت أبرك مع الأولاد، صرت أشوفهم أعرف أربيهم، وبالمقابل كمان يعني كنت متطوعة ومدرسة بنفس الوقت في دار الشام للضيافة، فتأمل لي العمل بالإضافة لوجود أطفالي معي. هن من قمنا بحياكة السور،
هن من قمنا بتدريب وتعليم الأطفال. إذن بالرغم من الجهود الجبارة التي تبذلها المرأة السورية في ظل فقد المعيل، تبقى بحاجة إلى مساندة من الجمعيات والمنظمات المعنية بهذا الشأن، على أمل منها أن ترى أطفالها يعيشون في مجتمع سعيد وآمن. يتزايد عدد الأطفال السوريين الأيتام في سوريا مع تزايد قصف النظام للمناطق السكنية في سوريا. من هذا المنطلق سعت جمعية شام لتأهيل وتدريب أمهات الأيتام ليكن عونا لأنفسهن دون أن يحتجن لأي أحد. تاليا قدسي لأورينت نيوز، غازي عنتاب، تركيا. شكرا لمتابعتكم وهذه تحياتي.